السلام عليكم، نتمنى من الله كل شيء يكون مزيان وفرحان. معكم خوكم يوسف الزروالي، فضل الله ثم المحسنين، وفقنا الله سبحانه وتعالى باش نساعدوا واحد المرأة مسكينة محتاجة للعملية في مدينة الريف. خوتنا ريافة، الله يعز بكم والله يعز بالمغاربة، من طنجة حتى القويرة كنا مغاربة وكنا خوت. شعارنا الله الوطن الملك، راية واحدة حمراء وخضراء، والملك محمد السادس ملك المغرب. ان شاء الله باقي الخير لقدام، باقينا غادي نفرحوا خوتنا المغاربه، باقينا غادي نديروا يد في يد من الريف ومن الشمال ومن الداخل ومن الصحراء ومن طنجه حتى للقويره. الله ينصر سيدنا والله يبارك في عمر سيدي، وشعارنا الله والنبي والقران. صافي. السلام عليكم. اول حاجه تنشكروا السي يوسف الزروالي، حيت كنا تطرقنا لبيبان ما جابش الله في سير حتى نوصلنا عند السي يوسف الزروالي اللي الحمد لله ببركته راه صافي لينا واحد البركه باش الاخت ديالنا تمشي للدواء، باش تمشي ان شاء الله الرحمن الرحيم تكون مزيان وتلقى باش تجي على راسها. ومن هذا بعد تنشكروا السي يوسف الزروالي بزاف، تنقولوا له بارك الله فيك وجزاك الله على هذه المجهودات اللي كدير مع هاد الناس المحتاجين اللي تيستاهلوا المساعده ديالكم، وهي بدورها كتشكركم بزاف. وحنا الوفاء، حنا مغاربه كاع جميعنا الوفاء، لا عرف حنا كاع مغاربه وحدين كاع الحمد لله عايشين تحت رايات سيدنا، الله ينصر سيدنا ويجعل فيه البركه. والحمد لله تنشكرك بزاف، وها السيده حتى هي تتشكرها، تتشكركم. بارك الله فيك. انا يعني خوست مازيخت نتشكى السي يوسف الزروالي الطاس، عليك كابير بركه ان شاء الله. ان شاء الله ربي ان شاء الله. امين. نسقف الطاس نطورها ونفوت غدا يغاتلنا باش نزيدك الطاس. ويا الطاس انا يمشي تزرف عرايا وني راح الوالد وليتي بابي بوتيسا. النوفا السي يوسف الزروالي غادي يحفظها بالعلمين. بارك الله فيك، الله يرحم الوالدين. واه شكرا لك كابير بركه ان شاء الله. نمشي